كما بين قائد أمن المنشآت في المنطقة الشرقية اللواء سعد الغامدي أن بناء المشاريع يحتاج إلى أمن، وأن قوة أمن المنشآت تعمل حاليا على حماية المنشآت الصناعية في الجبيل، وأن أمن الاستثمارات مهم لجذب الاستثمارات للمنطقة. لا شك أن بناء المشاريع يحتاج إلى أمن، الأمن ضرورة ومطلب، وقوة من المنشآت بفضل من الله سبحانه وتعالى، بفضل ما تملكه من إمكانيات، تعمل حاليا على حماية المنشآت الصناعية في محافظة الجبيل. ونعلم جيدا أن أمن الاستثمار مهم لجلب المستثمرين للمنطقة، فمنطقة الجبيل الحمد لله آمنة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل القوات العاملة حاليا على حمايتها، تجهيزات مكتملة، أنظمة أمنية، معدات مثل المدرعات هذه وأيضا مصفحات تم توفيرها بفضل الله سبحانه وتعالى بتوجيه من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأصبحت الآن على رأس العمل تؤدي عملها على أكمل وجه، رجال مدربين مؤهلين مهيئين للمواجهة، تدريبهم عالي جدا. فالأمن ضرورة لفتح المجال أمام المستثمرين للدخول في المنطقة.